ولو قال قائل لم يظهر في الآية بيان لتحريم الحرام أو لتحريم الحلال، إنما الآية نصها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فأين التحليل وأين التحريم؟ فالجواب عن هذا إن المرتبة الثانية في تفسير كتاب الله عز وجل تفسير القرآن بالسنة، فإن هذه الآية فسرت كما في حديث عدي بن حاتم في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية على عدي قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لا نسجد لهم ولا نركع لهم، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا إذا حرموا ما أحل الله تحرمونه وإذا أحلوا ما حرم الله تحلونه؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم.